بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الديليت احنا كنا عملنا ديليت وما برمجناش، احنا قلنا عملنا ريستراكشرنج كده، فانا عايز اعمل ديليت وممكن ارجع اعمل تاني ريستراكشرنج بس على نفس فكره الام بي بي. فالادابتر بتاعي اللي هو يعتبر سب فيو كان فيه برمجه زرار للديليت اللي انا عايزه يشتغل بيها، فهعملها بنفس فكره الاب. هروح كده على المين اكتيفيتي، اخد الفاريبل بتاع البرودكت فيو، البرودكت فيو موديل، واقوم مستدعيها واخد الانشياليزيشن بنفس الطريقه. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كوريكشن ما بين البرودكت ليست ادابتر وما بين البرودكت فيو موديل اللي هو في النص، برضه هيبقى برضه بيرسيرفر زي ما الفيو موديل بيتكلم عن فيو اللي هو الاكتيفيتي. تمام؟ طيب لان انا بعتبر الادابتر ده هو برضه سب فيو برضه، لان هو بيعرض الرو بتاع كل ليست حاجه في الليست فيو، صح؟ طيب عرفت البرودكت فيو موديل وعملت له انشياليزيشن، قمت جايب كمان ايه؟ يعني محتاج كمان ايه؟ انا همشي بنفس اسلوب الاب نيو برودكت بالظبط، بس هيبقى ديليت. تمام؟ واخدت الاوبزرفبل كله، اخد برده الاوبزرفبل برده، وهروح على الليست الليست ادابتر اللي اعتبرته من ضمن الفيوز بس انا حاطه جوه ادابترز. تمام؟ كتقسيمه، وهقول له ايه جوه زرار البطن بتاع الديليت، هقول له نادي يا عمي على الاد برودكت، اقول له اه بس خليها بس ايه ديليت برودكت، خلينا ديليت ايه برودكت. تمام؟ هتبعت ايه؟ ممكن ابعت طبعا اي دي، ممكن ابعت لو انا عايز احذف الاي دي، عايز احذف، ممكن ابعت البارامترز كلها، البارامترز كلها اذا ما انا عايز. ادي الاي دي اللي هو سترنج، كل كده كان اصلا كنا كان بيستقبله الاي دي والنيم والاكتيفيتي، اصلا كنا كده بنستقبله كفانكشن اسمها ديليت برودكت. ودلوقتي هنرجع للديليت برودكت اللي جوه الفيو موديل اللي بتعمل اللوجيك بتاع الديليت. انا مش عايز احط اللوجيك بتاع الديليت ده جوه البرودكت فيو ادابتر، بس مجرد التوصيله. تمام؟ قلت له كانت الفانكشن، فقال لي خلاص هعمل لك فانكشن جوه البرودكت فيو موديل اسمها ديليت، هي نفس كوبي بيست هي الاد برودكت. خد بالك انا عمال اخد كوبي بيست كتير، عايز اعمل ديستراكشن كتير بحيث احسن حكايه الكوبي بيست اللي عمال نعملها دي. لان الكود بتاع الجيسون ده كله اللي هو بتاع الفولي كله قريب من بعض، هنا الميثود مثلا خلاها ديليت. تمام؟ وفي الاند بوينتس، الاند بوينتس الفايل اهو نروح له، احنا كده كده كنا عاملين اللي هو جيت برودكتس يو ار ال، وعاملين اد برودكت يو ار ال، هناخد برضه ديليت برودكت يو ار ال. على حسب بقى اليو ار ال اللي عندك، احنا كده كده هنعملهم نظبطهم برودكتس على برودكت في اليو ار ال. طبعا لو عندك اي يو ار ال مختلف اللي بيجيت او بيبوت او بيديليت او كلام من ده، تحط اليو ار ال بتاعك، انا كلهم بالنسبه لي ثابت. تمام؟ وهروح اند بوينتس هقول له بقى نادي على الديليت برودكت ايه يو ار ال. البارامترز هي اللي جايه من الاي دي اللي فوق، فممكن ابقى اعرفها بعدين. الاد هقول بقى برودكت اد، طبعا انا بنادي هنا على مسج اسمها اد برودكت مسج، دي مش كويسه هظبطها، بس برودكت ديليت سكسسفولي، وهنا اقول برودكت كان نوت بي ديليتد واي حاجه، والسيرفر هيرو زي ما هي كله. تمام؟ انا بس اللي عايز ابقى ايه الاندر سكور اد برودكت مسج ما بقتش يعني كويسه كاسم، عايز اعمل لها تغيير بحيث ان انا اخليها مثلا ايه اسم عام اكتر، كنترول ار كده عشان تبقى اندر بليس، يعني مش كنترول اف بس. هو انا اسميها اندر سكور ريسبونس مسج بدل اد برودكت مسج، خلاص بقت اسمها ريسبونس مسج. وغيرها بقى برضه في الكولينج، خليها اسمها ايه بدل اد برودكت مسج، برضه ريبليسها بكلمه ايه ريسبونس مسج، بحيث ان يبقى ده اسم عام، بحيث ان يرد، يعني الاد تشتغل على ريسبونس مسج والديليت تشتغل على ريسبونس مسج، وممكن اي حاجه ثانيه نشغل على الريسبونس مسج، فتبقى الريسبونس مسج دي كلمه عامه بقع منها الرد. فهمتني؟ ده اللي انا عايزينه نوصله. فهروح بقى برضو هنا عندي على المين اكتيفيتي، بدل ما كنت بنادي على الاد هقول له لا نادي على الريسبونس مسج، بس اسمها في الاوبزرفر بتاعها اللي بيشاهدها. تمام؟ وكده اكون ظبطت الريسبونس مسج تبقى عامه للفكرتين. وانا جوه الفيو برودكت اكتيفيتي برضو كان عندي اي حاجه بتنادي في الاخر انا بعمل برودكت فيو موديل دوت ريسبونس مسج، هعمل ناخد كابي بيست يعني، وهخليه برضه يشوف الريسبونس مسج وبرضه بيعرضها في توست عادي. حلو جدا. تمام. برودكت فيو موديل بقى اكمل بقى شغل الديليت بتاعي بقى، انا ما ظبطتش بقيه الديليت، انا ظبطت بس اللي هي المسج بس. كده كده من غير بابليك، هي بابليك